المدح والذم، فلنبدأ بتعريفهما. المدح هو الثناء بالصفات الحسنة، ويستخدم فيه الفعل نعمة، ونعمة فعل ماض جامد يفيد المدح، ومعنى جامد أي أنه لا يمكن تصريفه، فلا يوجد منه فعل مضارع أو أمر. أما الذم فهو العيب واللوم، ونستخدم معه الفعل الماضي بئس، وبئس فعل ماض جامد يفيد الذم. وقلنا معنى جامد أي أنه لا يمكن تصريفه، أي أنه يوجد على صورة الماضي فقط، فليس منه مضارع أو أمر. ومما يتكون أسلوب المدح أو الذم؟ يتكون من فعل المدح أو الذم أي نعمة أو بئسة، والفاعل والمخصوص بالمدح أو الذم. ولنأخذ مثالا للمدح فنقول: نعمة هذا فعل المدح، الإنسان هذا هو الفاعل، النظيف، النظيف هو من نخصصه بالمدح هنا. لنأخذ مثالا للذم نقول: بئس العمل تدمير البيئة. إذن بئس هنا هي فعل الذم، العمل هو الفاعل، تدمير البيئة هو ما نخصصه بالذم.